كلكم طيبين. كان يوم عاشوراء اللي دايما الشعب المصري بيحتفل بيه عن طريق طبعا الصوم وطبق عاشوراء اللي هو يعني بالبلدي كده البليلة. كل سنة بيتكرر المشهد ده، وعاشوراء من المناسبات اللي ما زلنا كلنا بنحب نحتفل بيها، وتسوعة وعاشوراء هو ده مجتمعنا. المؤسسات الدينية الرسمية للدولة اللي بتمثلها وزارة الأوقاف قامت بغلق ضريح الإمام الحسين ومنعت الزوار من دخوله لأسباب متعددة. اللي أنا عايزة أقف قدامه هنا هو اشتعال المعركة والاشتباك على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشيعة وبعض الجهات السلفية. دول بيقولوا حاجة ودول بيرفضوها، وهو ده على فكرة السبب في غلق الضريح عشان ما يكونش فيه مشاكل. هو ده مشهد بيتكرر كل سنة. بس أنا عندي سؤال، الشيعة مقتنعين بفكر والسلفيين مقتنعين بفكر آخر، ليه الخناق؟ ما كل واحد يقتنع بفكره كما يشاء. إمتى هنتخلص من التعصب تجاه ما نؤمن به؟ الشيعة مؤمنين إن هم عندهم أفكار وسليمة، تمام زي الفل، ربنا يسهل لهم. السلفيين مؤمنين أن عندهم هم الأفكار السليمة مؤمنين بيها، تمام برضو ربنا يسهل لهم. إيه الفكرة إن إحنا دايما أي اتنين مختلفين ندخل في حرب؟ هو الإيمان والمعتقدات والمعتقدات الدينية مش هي لله؟ أكيد لله، مالهم البشر؟ وعلشان كده كل سنة بيحصل أوقات كتير مشاكل هي اللي خلت إن ضريح سيدنا الحسين يغلق منعا للمشاكل. وما زلت بقول لإمتى هنتخلص من التعصب في الأفكار ومحاولة جبر الآخر إنه يمشي على فكرنا إحنا. ربنا كريم. نروح بقى